الآن إلى فقرة ترند وأبرز ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي. أنقذوا جاد بصوت مغربي وصل لملايين المتابعين تكمل هذه الحملة الإلكترونية رسالتها. فالحملة التي تصنف كواحدة من أكبر حملات الدعم في المغرب تسعى لجمع تبرعات كافية لتأمين دواء زولجنسمان، وهو أحد أغلى الأدوية ثمنا في العالم ويصل سعره $2,100,000. يحتاج الطفل جاد الذي يعاني مرض ضمور العضلات الشوكي إلى هذا الدواء بشكل عاجل، وهو ما استدعى استنفارا للإنسانية تجلى بحملة أنقذ جاد. البالغ من العمر عاما ونصف العام اكتشفت أسرته إصابته بالمرض خلال الأسابيع الماضية مع عدم قدرته على الوقوف. حالة جاد الخطرة تستدعي العلاج بشكل سريع، أي قبل بلوغه عامه الثاني، لأنه بعد ذلك تصبح حياته مهددة يوميا بسبب المرض. وصل عدد التفاعل مع هذا الهاشتاج نحو 10,900,000، بينما التعليقات تخطت 8 ملايين تعليق، إضافة إلى مشاركات وصلت ل6,200,000 مشاركة. أما في ساعة الثروة فقد بلغت نسبة التفاعل نحو 4,900,000 مشاركة وتعليق. وكنا قد طرحنا عليكم مشاهدينا السؤال التالي عبر تويتر: أنقذوا جاد أكبر حملة تبرع بتاريخ المغرب لشراء أغلى دواء في العالم، فهل يمكن للتعاون بين المواطنين والجمعيات مساعدة الدولة في تأمين الخدمات؟ جاءت نسبة التصويت كالتالي: 79% يعتقدون نعم يمكن أن تساعد، بينما 21% لا يعتقدون ذلك. على كل، للمزيد عن هذا الموضوع نستضيف معنا من الدار البيضاء الصحفية نهاد بن كعيدة، وهي المسؤولة عن إطلاق حملة أنقذ جاد. أهلا وسهلا بك معنا، يعني حضرتك أطلقتي هذه الحملة، كيف تصفين اليوم هذا التفاعل الكبير معها الشعبي المغربي وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير سيدتي، وشكرا على الاستضافة. مبادرة أو الحملة اللي تم إطلاقها اللي هي أنقذوا جاد، هاشتاغ أنقذوا جاد، اللي وصل إلى العالمية، وهذه النسب اللي قدمتم هي تثلج الصدر. هذه الحملة جات لحدود الساعة، هي حملة إعلامية، لم نصل بعد إلى حملة جمع التبرعات، بعد لم يعني ما زلنا في المرحلة الأولى اللي هي حملة إعلامية لنوصل صوت جاد وهاشتاغ جاد إلى العالمية. الحمد لله صوت جاد وصل، الحمد لله نداء الأسرة جاد أيضا وصل، والنداء الذي أطلقته فقط منذ 5 أيام يبدو أنه وصل بشكل جيد. بس نهاد، حتى أفهم منك، يعني أنتم حتى الآن لم تفتحوا باب التبرعات؟ لا أبدا، نحن لحدود الساعة نفتح باب الإعلام، يعني نتواصل إعلاميا لنعرف بداية بمرض ضمور العضلات الشوكي، اللي في المغرب كاين مئات الأطفال يعانون من هذا المرض. هذه هي المرحلة الأولى، لأننا لا نعرف هذا المرض، ويعني حتى في المغرب ما كناش ولا مرة نسمع عن أغلى دواء في العالم إلا فضل جاد. جاد هو اللي أعطانا فرصة حقيقية كإعلاميين كجمعويين أننا نتعرفوا على هذا المرض، ونتعرفوا أيضا على أغلى دواء في العالم. طب أخبرينا أكثر عن هذا الدواء، يعني اولا يعني لو تعيدي اسمه، لان اعتقد انه اخطات يعني في لفظ الاسم، ولماذا هو غالي لهذه الدرجه، يعني اكثر من $2,000,000، $2,100,000؟ صحيح صحيح، الدواء اسمه زولجنسما، وهو الدواء الاغلى في العالم. يعني الناس المشاهدين فقط يكتبون عبر محركات البحث عن اغلى دواء في العالم، ويعني سيجدوا المعلومات الطبيه والمعطيات والمعلومه الحمد لله الان متوفره. فهو اغلى دواء في العالم لانه دواء جيني، يعني يصحح الجين، وليس مجرد دواء يعني لعلاج مرض مثلا ديال القلب او عضو من الاعضاء، ولا دواء يعني عادي جدا. هو ثوره حقيقيه علميه لصفات يعني سنوات من البحث العلمي والاستثمار ديال الملايين او الملايير ديال الدولارات من اجل الوصول الى هذه النتيجه. الى 2012 ما كانش هذا الدواء،
يعني هذا الدواء هو هذا الاختراع وهذه الثورة العلمية كانت فقط من 2016، وعائلة جاد هما ناس اللي سبق عندهم هذا المرض، يعني الولد الأكبر عندهم مات بهذا المرض، فهذه الأسرة غير مستعدة يعني نهائيا أنها تعيش تجربة الفقدان وتجربة طبعا ولا الموت. أحد يمكن أن يستعد لكي يعني ليعيش تجربة من هذا النوع. تبقين معنا نهاد لو سمحتي، سأعود إليك. نرحب معنا الآن بمجموعة من الضيوف عبر شبكة زوم. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ بفاطمة الزهراء. وأنت صحفية، هذه الحملة الإعلامية وصفت بأنها الأكبر على الإطلاق في تاريخ المغرب، كيف تصفين وتراقبين هذا التعاطف الشعبي الكبير مع حملة أنقذوا جاد؟ هل تستمعين إلي فاطمة؟ طب أنتقل إلى مرتضى، يعني هل استمعت إلى السؤال؟ كيف تتابع هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الإضافة، أهلا. شكرا على الاستقبال. بداية أود أن أقول أن هذه الحملة هي تعتبر من أكبر الحملات في تاريخ المغرب، لا من ناحية العدد ديال التفاعل ديال الناس مع هذه الحملة، لا من ناحية حتى أن إذا دخلنا المرحلة ديال جمع التبرعات، فهذا المبلغ اللي هو يتجاوز 2 مليون دولار تعتبر من اكبر المبالغ اللي ممكن اننا كمجتمع مدني او كفاعلين مدنيين اننا كنحاولوا نخلقوا واحد الحمله لجمع التبرعات بهذا المقدار من الثمن. نعم. هذه الحمله تعتبر كذلك حمله نوعيه، خصوصا بعد الأزمة ديال كوفيد 19 اللي أبانت عن المجهودات المجتمعية وعلى تضافر الجهود ديال المجتمع من أجل أننا نخلقوا كذلك واحد تعاون بين المجتمع من أجل حلول، من أجل خلق حلول صحية للمشاكل الصحية. كذلك هذه الحملة تعتبر هي قضية إنسانية اللي ممكن ان تجمع جميع الشعوب وجميع الشعوب العربيه من اجل اننا نساعدوا هذا الطفل الجاد اللي تعتبر حاله واحده، ولكن هناك عده حالات في المغرب، الا ان الطفل الجاد هو الذي اظهر هذه الحاله واخرجها للعالم. للعلن. نعم، أنتقل إلى نهيلة مرزوق. نهيلة، هل تعتقدين أن حملات من هذا النوع قادرة بالفعل على إنقاذ الحياة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أود أن أشكركم على دعوتي للمشاركة في هذا النقاش القيم الذي يهدف إلى إنقاذ الطفل الجاد. وبالفعل أظن أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي قادرة وبشدة أن تنقذ هذا الطفل الجاد الذي يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي. وسأعرف به أن مرض ضمور العضلات الشوكي هو مرض يصيب الأعصاب التي توجد في الحبل الشوكي الموجودة في العمود الفقري، مما يؤدي إلى الشلل والصعوبة في المشي وفي الوقوف. واليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الصوت وإيصال صوت المريض والمحتاج متاحا جدا، لهذا فنحن نشهد اليوم أكبر وأقوى حملات التبرع وأقوى الحملات الإعلامية لإنقاذ هذا الطفل جاد. وهذا لا يخفى عن الشعب المغربي الذي لطالما عرف دائما بتضامنه وتآزره، وبعيدا عن الخلفيات والثقافات، فنحن اليوم وكل إنسان يجب أن يمد يد العون لأخيه الإنسان في وقت الضيق والمشدات. بالفعل، وهذا ما يبدو واضحا ليس أبدا غريبا عن الشعب المغربي. أعود إليك نهاد بلكعيدة، قلت قبل قليل أنه أنتم الآن في المرحلة الأولى، مرحلة التعريف بقضية جاد وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ما هي المرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة ما زال شوية وقت، لأننا في هذه المرحلة ننتظر التباشير وننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن ملف جاد سبق وأن وضعته الأسرة
أمجاد وأبجاد لدى الجمعية، جمعية قطر الخيرية اللي الفرع يتواجد بمدينة الرباط. تقريبا 4 أشهر و19 يوم باش هذا الملف، ملف جاد الآن، موضوع يعني عن جمعية قطر الخيرية. ننتظر استجابة أشقائنا وإخواننا وأحبائنا القطريين واللي كيشتغلوا ضمن هذه الجمعية في المغرب وينجزون إنجازات ويفعلون الإحسان والعطاء بشكل قوي. يعني ما بغيناش نعم نبدأ من جديد، بغيت يعني لما فكرت نطلق هذه الحملة قلت سأبدأ من حيث انتهت الأسرة. الأسرة الآن يعني ملفها موضوع عند جمعية قطر الخيرية، سننتظر متى من يعني المرتقبة كمرحلة. يصلكم أي جواب في هذا الإطار؟ والله العظيم في الصباح لما اتصلت بي فشفت رقم خارجي اعتقدت أن جمعية قطر تتصل أوكي، يعني فقط. نأمل أن أي يكون رقم الاتصال قريبا بكم، يعني نأمل أن يكون ننتظر فال خير. فيه؟ على كل، تبقين نعم معنا ننتظر في أي نهاد. أنتقل إلى فاطمة الزهراء. فاطمة، أحاول معك من جديد، كيف يمكن تفسير هذا الالتفاف الشعبي الكبير الحار حول هذه القضية الإنسانية؟ نعم، بداية أود أن أشكركم على الاستضافة القيمة وأود أن أوجه شكري. أتمنى هل تسمعونني الآن؟ نعم، واضح جدا. نعم، أود أن أوجه شكري للإعلامية الكبيرة نهاد بن عقيدة على مجهوداتها وعلى تسخير منبرها الإعلامي في خدمة هذه القضايا الإنسانية. موضوع قضية جاد للأمانة حقق أرقام قياسية، وفي العادة يعني هنالك حالات سابقة لم تحظى بهذا الانتشار الواسع، حالات سبق وأن عرضت لكنها لم تحظى بانتشار واسع، ربما نظرا لغرابة المرض وربما نظرا أيضا للتعاطف الكبير الذي حظي به هذا الطفل جاد ولأسرته التي عاشت خسارة سابقة، فهذا كمان يعزز من فكرة الترابط والتعاطف الشعبي الكبير. الإضافة الثانية هي أن وسائل التواصل الاجتماعي أو تواجد المغاربة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من انتشار هذه الحالات، وقد شهدت حادثة الطفل ريان، شهدت هذا الانتشار الواسع والتعاطف الكبير من أقصى الأرض، من جميع البلدان ومن مختلف الطوائف والخلفيات الاجتماعية والفكرية وكذا. ما يلفت في الحقيقة في قضية الطفل جاد، وأعتقد أن هنا المفتاح هو وجود الأستاذة نهاد بن عقيدة، لأنه الوجه الإعلامي المعروف لدى المغاربة ومعروف بأنه مثلا وجه محبوب لدى المغاربة، وجه معروف بأنه ثقة ويستثمر ما يصله لخدمة الناس ولمساعدتهم، هذا يؤسس ويعطي أرضية كبيرة وصلبة لسرعة الانتشار ولمصداقية القضية. بالفعل، فنهاد بن وهذا عقيلة ما كمقول سابقا رصدناه معروفة من في خلال قضايا إنسانية ملايين سابقة، وليست هذه المرة التي المشاركات يعني تستخدم والتفاعلات. منبرها وصوتها لخدمة هذه الحالات. نعم، وانتقل إلى سلمى. سلمى، جاد ليس حالة فردية كما استمعنا إلى ذلك قبل قليل، هناك العديدين من الأطفال يعانون من نفس المرض. إلى أي مدى هذه القضية برأيك قادرة على تسليط الضوء على هذا المرض وعلى العائلات والأسر المغربية التي تعاني منه؟ أول إشي أشكركم على الاستضافة. تاني حاجة، وسائل التواصل الاجتماعي هي كانت وسيلة للناس إنها تتعرف على هذا المرض وتتعرف على حالة الولد هذا، هي بسبب واحد إنه السوشيال ميديا ما إلى حدود، يعني ما في حدود، يعني الناس ما تحسب، يعني ما راح تشوف في هذا الطفل بالنسبة لعمره ولا أفكاره السياسية ولا لون البشر تاعه ولا لأي حاجة، فهذا خلى كل الناس تتعاطف معه، وأي شخص يوصل له وبالإنترنت، يعني في هذا الزمن بالإنترنت يعني سهل جدا إنه يعني المبلغ هذا يوصل. فلهذا السبب أنا أعتقد إنه يعني سهل جدا، أو يعني ما هو سهل، يعني إنه مش بس جاد، يعني حتى عدة أطفال في المغرب يوصلوا نعم، ويحصلوا على يعني العلاج، وحتى يعني علاجات تانية، يعني مش هذا العلاج فقط، يعني هذا العلاج يعني يعتبر كما حكت بالفعل. إنه يعني غالي جدا، يعني الثمن تاعه غالي جدا، لكن في علاجات تانية بتكون أسهل، وفي عدة أطفال ويمكن كمان تأمينها ربما بطرق أسهل أو طرق أخرى. نعم شكرا نعم جزيلا. لأنه
وضمن بالإنترنت يعني ما في حدود، وناس نعم يعني غنية نعم كمان الناس الفقيرة، بالفعل. ويعني السهل الإنترنت إنه المبلغ يوصل، يعني مبالغ كبيرة وبوقت سريع يعني. نعم وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر كما أشكر كل شكرا. المشاركين معنا عبر زوم، والشكر جزيل لك أيضا الصحفية نهاد بن كعيدة المسؤولة عن إطلاق حملة أنقذوا جاد معنا من الدار البيضاء.